عشان الـ National Day في دولة الإمارات. رايحين يعني كذا قطاع مع بعض عاملينهم الاحتفال. احنا دلوقتي في الطريق، خليكم معايا عشان نروح نشوف الاحتفال. وصلنا المكان اهو، خليفة بارك. بارك كبيرة جدا هنا في ابو ظبي، بيعملوا بيها الاحتفالات والتراديشنز والحاجات دي كلها. دي موجودة في مدينة خليفة في ابو ظبي. هلو، جود مورنينج، هاو ار يو؟ انا بحاول اجيب لكم النافوره كلها من اولها تشوفوها. يعني كبيره جدا، واخده كل البارك من اولها تقريبا. مكان مليان حاجات اللي هي كل التراديشنز الحرب. انا دلوقتي شفت مكان كده لازم اعرف ايه قصته، فهنروح نصور معاه ونشوف ايه الموضوع. المكان اهو، دي حاجات مرسومة على يمكن يعني شوفها صورة حيوانات مرسومة على صور. مرحبا، كيف الحال؟ احنا بس عايزين نوري الناس ايه ده، نعرفهم ايه ده عبارة عن ايه. سجاد يعني زي الزوالي يعني. اوكي، احنا بنعمل علم الدوله. وطبعا بيشتغل سوق بلدي. اوكي، القطعه بتاخد مثلا من 3 ايام 4 ايام. اوكي، بتاخد 4 ايام. القطعه الصغيره، قطعه صغيره. يا ده كده صعب جدا. طبعا في قطعه بتاخد 5 شهور 6 شهور. تمام، مش كل يعني الشغل 6 شهور. ده 6 شهور لقطعة كبيرة. وطبعا كل السجاد اللي احنا شايفينه الصغير ده كله صوف يا دوي. اوكي، لا طبعا بتاخد جهد كبير جدا. شكرا. عايزين بس نعرف الناس ايه ده عبارة عن ايه. فخار. اوكي، وبياخد قد ايه في وقته في العمايل؟ يعني انه بتعمل مثلا قطعة زي دي بتاخد وقت قد ايه؟ بتاخد من دقيقتين، من 3 دقايق لخمس دقايق. وبتسيبها يعني بتخلص؟ بعد ما اخلصها بتقطع في الشمس تجف. اوكي، قد ايه بقى تقعد وقت قد ايه؟ تجف يعني يومين. يومين بتركها يومين تجف. اوكي، وبعدين بدخلها الفرن على 1000 درجة حرارة. على 1000 درجة حرارة علشان تطلع بالشكل ده عشان تستوي. وإذا بردت أسويها طلاق زجاج زي ده. اوكي، بعد ما بتطلع من الفرن بغطسها في شيء اسمه جليز. تمام، جليز. تمام. يعني دي بعدين تنشف وبعدين تدخل الفرن وبعدين تليها. اوكي، بعد ما غطسها في الجليز بدخلها الفرن على 1200 درجة تطلع بالشكل ده.
يعني تدخل فرن مرتين. اذا بردها في الفرع دي ما دخلها الفرن مره واحده. اوكي. اذا بردها جليز مثل هذه ودي للبيع ولا بس للعرض؟ للعرض. تمام شكرا. You made it. It's handmade, right? شوفوا شكلها حلو ازاي. كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي هاند ميد، يعني مصنوعه بالايد. تاخد وقت كبير جدا في عمايلها علشان تقدر تطلع بالشكل الحلو ده. طبعا الحاجات دي كلها مش للبيع، يعني هما بس بيتفرج عليها. يعني انا طبعا يعني نفسي اخد حاجات من دي بس هي مش للبيع، بس نشوفها يعني نتفرج عليها بالعرض وبس. حاجات عاملينها بال 4D عشان نقدر نشوف تاريخ. اوكي احنا بس عايزين نعرف ايه هنا بنعمله. احنا شركة ايميجينيشن، عندنا مسلسل حاليا بنعرض من الاحد للخميس. اوكي. خمس الخميس هذا اخر عرض. عيد الاتحاد ان شاء الله حينعادوا كل الحلقات عن طريق اتصالات ودور. اوكي. هلا احنا موجود عندنا هون بنعمل بروموشن لثلاث مسلسلات مختلفة. اوكي. افلام قصيرة، واحد عن غوص للؤلؤ، واحد على ملاحة في الصحراء، واحد على قصر الحصن. تمام. حابب تجرب واحد فيهم؟ اكيد. لحظة. عاملين فريم وناس تاخد صوره وناس تاخد صوره، وطبعا كله فري، كله فور فري، مش بتدفع اي حاجه، وبيطبع لك الصوره وبتاخدها، ويعني شغل عالي جدا. خد صوره انا كمان، خليكوا معايا لحد ما اخد الصوره. خدت الصوره، طبعها لي، خدتها وانا واقفه. دي اكتر حاجة فيها تراديشن هنا for this. Like from how long? Yeah. Maybe eight years? Yeah. 8 years you painting henna. Yeah. Oh my god. And how you know yani who teach you to paint this? By myself. Wallah. Yeah. Oh, it's really nice. Only it need practice.
So you'll teach yourself? انتوا شفتوا معايا التراديشنز، شفتوا العادات، شفتوا اللبس التراثي، شفتوا الموسيقى بتاعتهم، شفتوا ازاي بيرقصوا، شفتوا كل حاجه تخص دوله الامارات. اللي انا عايزه اقوله لكم ان الشعب الاماراتي اطيب شعب في العالم بجد، من الناس اللي انا حبيت ان انا بحب اتعامل معاهم، متصالحين جدا مع نفسهم، بيحبوا الحياه، بيحبوا يستمتعوا بحياتهم، بيتقبلوا الاخر. عندهم اختلافات كتير قوي، عندهم جنسيات، البلد هنا فيها جنسيات كتير قوي، فهم فعلا عارفين ازاي يتعاملوا مع كل الاختلافات دي، وبيتقبلوا كل الاختلافات وبيتقبلوا كل الجنسيات، وبيعرفوا يتعاملوا مع كل الناس المختلفين معاهم، برغم انهم مختلفين معاهم في كل حاجه، في العادات والتقاليد والشكل، بكل حاجه، بس هم برضو عارفين يتعاملوا معاهم. انا دلوقتي شفت في لازم اروح اصور معاهم، خليكم معايا. لا لا خلاص لا خلاص لا خلاص، بس طب ليه مخبي عينيه؟ مخبي لنا عشان ما يشوف اللحم. افتح افتح اوكي تاكد له بس. شغلت بدي تخليني تعالي لو خافي خلي تجي بس بخر خيبك، ما في خوف. شغلت فيديو عربيات هنا اكل وسناكس وحاجات واقفة عشان الناس تاخد منها قهوة. الفعاليات خلصت، انا صورتها لكم كلها، شفنا كل الاجزاء اللي موجودة بالفعاليات، انا انبسطت جدا ويا رب تكونوا انتوا كمان انبسطتوا. تابعوني خليكم معايا الحلقات الجاية، هنزل لكم فعاليات جديدة طول الاسبوع ده، عندنا احتفالات وفعاليات، احلى اسبوع في الامارات الاسبوع ده، خليكم معايا وتابعوني. طبعا انا مش شايفه انا بصور ايه، لقيت الشمس ضاربه في السكرين، بس اعملوا سبسكرايب للقناه، شير، خليكم معانا، اشتركوا في القناه، اكتبوا تعليقات ايه الحاجات اللي انتوا حابينها، رايكم في القناه، شوفوا فين وامتى مش عارفين. باي باي.